وسهلا فيكم باجتماع لجنة البناية. أهلا، شكرا شكرا. مثل ما بتعرفوا ومعودين، نحن كل سنة بنجتمع، لجنة البناية بتجتمع لناخد قرارات للسنة الجديدة. منعرف منعرف. أوكي. بالبداية بحب ذكركم أنه ما حدا منكم ينسى أنه لازم يسدد اشتراكات السنة قبل ما تجي السنة الجديدة. أوكي. أنا شهر الجاي ماكسيموم بكون سكرهم كله. مش مشكلة أبداً، مش مشكلة. النقطة الثانية واللي هي أهم هي أوضة الكهرباء راس السنة. أنا عملت امبارح ليلة الميلاد. أنا سنة الماضية على راس السنة، كلهم بيعرفوا. وأنا قبله سنة الماضية على الميلاد. أنا كنت لكن مدام هالسنة وقع الاختيار عليك أوضة الكهرباء راس السنة. أنا؟ إيه نعم أنت. سوري بس أنا هون جديد بالبناية، يعني ما إلي شهرين جيت لهون. إيه جديد لازم تفسرنا. ما صار لها زمان. إيه ما كثير عم بفهم عليكم، شو يعني أوضة الكهرباء راس السنة؟ شو لازم أعمل، يعني نظفها مثلا؟ لا 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 لا، تسهري فيها. شو؟ بدك إياني أسهر ليلة راس السنة بأوضة الكهرباء؟ ما نحن مدام كل سنة واحد منا بيتناوب على أوضة الكهرباء بفترة العيد. مش أحسن ما سكان البناية كل ما يتكد جونتيرون ينزل واحد منه ويعليهم؟ حضرتك بتكوني سهراني تحت بتعليهم كلهم لما يتكبوا. هلأ ايه بتسلي. مش أحسن ما تنتسع سهرتنا كلياتنا، تنتسع سهرة واحد منا بس. هابي نيو يير. هابي نيو يير. هابي نيو يير. ركلك الشابور زمور تحت. صلي واتساب واتساب.